مساء الفل على كل متابعي برنامج الأكيل في كل مكان في العالم، وأهلا بيكم وحلقة جديدة وحلقة خاصة. بنحاول دايما ندور لكم على كل جديد في مصر من التجمع الخامس بيراسو. ايه بيراسو ده بقى؟ مطعم في الأصل كويتي وفي 5 فروع في الكويت، وده أول مرة يخرجوا برا الكويت وأول مرة في مصر. بيعمل ايه؟ بيجيبوا السي فود، القشريات بالذات، بس عامة السي فود من منابع مختلفة، يعني الجمبري من بلد، الكابوريا من بلد، الكاليماري من بلد، القواقع من بلد تانية خالص. كل بلد مشهورة بإيه في القواقع مثلا، في السي فود بياخدوه منها، فبالتالي هم ممكن يكونوا بيستوردوا من 5-6 دول مختلفة عشان يعملوا المانيو بتاعهم. المانيو بتاعهم أساسه الصوصات بالطريقة الأمريكاني شوية، اللي هو انت ما عندكش تتبيله، انت عندك ديبينجز او صوصات، والصوصات هي اللي عامله الفليفر او هي اللي عامله الطعم. ده اللي احنا هنحاول نغطيه في حلقه النهارده من برنامجكم الاكيل. هي كاي وكريمي شويه، مسكره سنه، سلس قوي، ما فيهوش حاجه واضحه. يا لهوي يا لهوي، الصوص ده عدل الطعم اللي مش موجود الفليفرز. حضرتك مدير المكان. بيراسو. بيراسو. نبتدي الاول ببيراسو. هو براند فاتح في الكويت، ليه 5 فروع في الكويت، وده اول فرع لينا في مصر. طيب بس هل هو اول فرع بره الكويت ولا لا؟ احنا لينا 5 فروع في الكويت، وده اول فرع لينا في مصر. عندنا اكتر من نوع صوصات بتاعتنا، عندنا سويت شيلي، عندنا الجارليك ليمون بتر، عندنا الكاري، عندنا الكوكونات. بنقدم السيفود بطريقه جديده، بنستخدم تاي رايز في السيفود بتاعنا، نوعين. رز تايلاندي. رز تايلاندي. ايه المختلف عن بقيه محلات السيفود؟ ما هو بقيه محلات السيفود في محلات تانية شغاله، اصلا اسلوب الصوصات ده الاسلوب الامريكاني بالظبط، اللي هو بيدي لك الحاجه بلين وانت بتحطها في الصوص. احنا ايه المختلف؟ الهيربس بتاعتنا كلها بتيجي من بره من الكويت، والصوص بتاعنا هو مش موجود في مصر، وده اللي ميزنا في السوق المصري، ان احنا بنقدم حاجه مختلفه هيك مش هتدوها في مكان تاني، يعني مش هتدوها اللي عندنا. اوكي، والماتيريال نفسه بتجيبه منين؟ كلحوم القشريات، السي فود كلها. الشريمب مثلا بنستخدم الايراني، المسلز نيوزيلندي، الكرابس المصري، الكابوريا مصري، القواقع او المسلز نيوزيلندي، الكراب هي بنجيبها من مصر. الحاجه الوحيده اللي بنجيبها من مصر الكراب، واحنا مميزين برضه بالكراب. اوكي. عندنا الكاليماري بنجيبه اماراتي، كويس جدا برضه، هيعجب حضرتك، هتلاقي التيست مختلف. والجمبري يعني ايراني. اشمعنى ايراني؟ ايراني عشان هو بيكون لحمه قطره شويه، وبيكون سهل الكفر بتاعه، ان احنا بيكون سهل سهل في فانت بتجيب كل حاجه عندك من بلد شكل. بالظبط. احنا بنحاول نجيب هاي كواليتي في السفود بتاعنا، عشان نبقى مميزين بان احنا بنقدم سفود بتاع مختلف يعني. وما عندكش بقى خلطات، انت عندك صوصات. الصوصات بتاعتنا. اوكي.
والتاي رايز احنا بنستخدمه ستيم عشان العميل بنعمله ستيم عشان يبقى نيوترال عشان العميل يستمتع بالصوصات بتاعتنا ما يبقاش في اي هيربس تاثر على الصوصات بتاعتنا. اوكي ونقدم حاجات مختلفه مقدمين حاجات تانية برضو فرايد حضرتك برضو هتجربها وهتعجبك ان شاء الله ان شاء الله. طيب ليه اخترتوا التجمع؟ الداون تاون هي منطقه كويسه فيها ترافيك كويس جدا والمول داون تاون من اقدم مولات في التجمع والجست هو ده الجست اللي احنا بندور عليه اللي هيفهم التجربه بتاعتنا وهيعرف احنا بنقدم ايه هيفهم الفكره بتاعتنا بسهوله لان احنا بنقدم طريقه جديده وبنقدم صوصات مختلفه عن السوق المصري فيعني طيب انت في معلق كابوريا معتمد على الاستيراد لو في حاجه من دول مش موجوده بتعمل ايه؟ هتستعملها بديل؟ احنا عامه بنكون موفرين الستوك بتاعنا كويس يعني محافظين على ان احنا نوفر الخامات بتاعتنا على طول يعني على مدار السنه يعني لحد ما بنقفش على حاجه. اوكي اشكرك وهندخل في الجد على طول في ان شاء الله. اتمنى يعجب حضرتك. ميرسي يا حبيبي. اول فقره بناخد دايما المقبلات والشوربه والحاجات دي. الاول عايز اقول حاجه بس عندهم حاجه حلوه قوي اول مره اشوفها في مصر حقيقه. الطبق ده مش فل ولا كرتون ده معمول من قصب السكر صديق للبيئه مش للتاكي يعني بس هو نوع من الفل او ايا كان بس صديق للبيئه معمول من قصب السكر بس مش هم اللي مستعملينه في الشوربه. الشوربه ده كرتون عادي جدا. طيب هنبتدي بالشوربه اللي هو الجامبو سوب ده شريمب وكاليماري مع الخضروات. شريمب وكاليماري مع الخضروات. خلاص عرفنا في المقدمة كل حاجة بيجيبوها منين. اوكي. وهم شايفين ان كل بلد بيجيبوا منها حاجة معينة لان هي احسن سي فود في المنطقة من المنطقة دي. جمبري من ايران، القواقع من نيوزيلندا، الكابوريا من مصر، الكاليماري من امارات. هما شايفين ان ده بيست برودكت في كل حاجه. طعم الكاري باين قوي. الشوربه بالكاري. فليفر عالي جدا طبعا. رغم ان انا مش من مهاويس الكاري طعمها حلو. هي كاري وكريمي شويه مش كاري صرف يعني. دي ب 125. بعد كده ندخل على الجارليك ماسلز ودي زي ما قلنا من نيوزيلندا. محطوط عليها موزاريلا جبنه موزاريلا. هطلب منهم بس كده خدمة صغيرة انه دايما لما يقدموا القواقع واحدة منهم تبقى فاضية. ليه؟ لان اول واحدة انت بتبقى صعب وانت بتاكلها بعد كده انت بتعمل كده. فالواحدة الفاضية دي هتساعد جدا في اكل الباقي. طبعا النوع ده من المسلز معروف ومليان لحمه مع طعم الجبنه. هو الطعم سلس قوي ما فيهوش حاجه واضحه غير الجبنه والمسلز يعني. اوكي وده ب 285. وبعدين نيجي للبانج بانج شريمب ده المفروض حاجه من السيجنتشر بتاعتهم يعني وبينزل معاه الصوص البانج بانج ده المفروض
اوكي مع صوص بينز مع صوص هاني ماسترد سبايسي. طب ندول اول من غير طبعا اللي بره كرانشي جدا مسكره سنه ده غالبا فيها بقسماط الطعم المسكر ده يجي من حاجه ليها علاقه بالقمح يعني كرانشي الطعمه والجمبري اثنين ندوق بقى يا سيدي الصوص ده وربنا يستر. طيب هو سبايسي في الاخر وانت في اخر لسانك كده وانت بتبلع مش سبايسي قوي يعني حلو جدا كواليتي باينه هما بيستعملوا هاي كواليتي في كل حاجه باينه من الفريشنس وانت بتاكل باينه من القرمشه فواضح ان احنا هننبسط في الفقره الثانيه اللي هي الفقره الاساسيه بقى يلا وسعر الجمبري 245 ننتقل الى الفقره الثانيه الاساسيه اول حاجه ده رايس نودلز نودلز معموله من الرز بصوص بتاعهم هما جراسو وعليها جمبري وكاليماري وخضروات صوص بيراسو مسكر شويه رايس نودلز رفيعة ارفع من الجلاس نودلز قريبه شويه من الشعريه بس مش في الطعم في الشكل طعم حلو مغذي بس اللي ما بيحبش الحاجه اللي هو فكرة الصوص المسكر سنة ده بلاش دي انا عشان بحبه فعجبتني وبعدين هنجرب الطريقة الايطالية او الايطاليان سلمون ومعاه الرز برضه هما كل الرز بيستعملوه تايلاندي عايز اجرب الاول الصوص حلو فكرة الرز المسلوق لانه بورتر او حامل نيوترال نيوترال يعني ايه بالعربي؟ حامل محايد تحط عليه اي فليفر بيفضل محتفظ بيها ما بيديلكش طعم تاني. والطعم قوي حبتين اسيوي قوي. في جنزبيل واضح جدا في الطعم طبعا. وفي ليمون بس ده غالبا مش ليمون ده غالبا ليمون جراس او حاجه بتدي طعم الليمون مش ليمون صرف فبيجري ريقك قوي اوكي وناخد حته من السمك بالصوص ده بقى
الميزه في الصوص ده ان السلمون سمكه دهنيه جدا اللي احنا بنسميها زفاره. هي مش زفاره، هي دهنيه السمك، فهي سمكه دهنيه جدا، فبالتالي النوع ده من الصوص قفل شويه الدهنيه بتاعتي. فلو انت ما بتحبش السلمون لانه دهني قوي او تقيل، الصوص ده عدل الطعم، خلاها اقرب كمان للدراينس شويه. حلو قوي بالصوص ده. طيب هقول لكم الاسعار في الاخر عشان مش عارف اقلب بالجوال. طيب ده كده في ربع كيلو جمبري، ربع كيلو كاليماري، ربع كيلو كابوريا، وربع كيلو مسلز، ونازلين بصوصين مختلفين، باتر ليمون او صوص الليمون بالزبده، والسويت السويت تشيلي. نجرب الاول باتر ليمون. الرز فظيع. ده ميزه بقى انك تستخدم الرز الابيض او ستيمد في الحاله دي عشان ما فيش اي حاجه تغير الفليفر بتاعه الصوص بتاعك. هناكل جمبريايه بالباتر ليمون. نحط القشر بعيد. ما علقتش على فكره ان هم حطوا الحاجه على الترابيزه على طول، لان دي عملناها قبل كده كتير. وفي السي فود بالذات اللي هو المطاعم اللي بتعمل الاكياس الحراريه دايما بيقدموا الطريقه دي. اوكي. كالمريايا برضه بنفس الصوت. انا بحب الصوص ده، فطبعا جاي على هوايه. مش هقدر امصمص الكابوريا كلها، فهعمل كده، هضغط على الحته دي هيطلع لي اللحمه. الكابوريا المصريه الاصيله اللي فعلا ما تقدرش توقف اكله هو الرز بالصوص. فظيع فظيع. طيب ناخد اخر حاجه من الصوص ده، الذره. وطبعا الذره هيبقى احلى حاجه لان اصلا السويت كورن بيتاكل بالزبده. بيرفكت. بعديها على طول ناخد الذره اللي بالسويت تشيلي. هو السويت تشيلي مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. ايوه. طعمه مش زي السويت تشيلي اللي متعودين عليه. ناخد جمبريايه بالسويت تشيلي. طبعا سامحوني على الزروطه، بس هي الاكله ما تنفعش من غير زروطه، يعني باين طبعا. totally different. عاجبني ان هو مش نفس طعم السويت تشيلي اللي احنا متعودين عليه. حاجه جديده، حاجه مختلفه. مازال السويت تشيلي بس مختلف. كاليماري يا 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 يا. وبعدين
ذوق شخصي بحت. انا افضل البتر ليمون. ذوق شخصي بحت. الاثنين حلوين، الاثنين مختلفين عن اللي انت متعود تدوقه، ولكن انا كتذوق شخصي افضل ده. طبعا باين جدا ان ده ما ينفعش يقوم بيه شخص واحد، يعني عشان برضو لما نقول اسعار هندوق الاول الحلو، واحد من الحلو اللي عندهم، عشان لما اقول اسعار تبقوا عارفين ان ده ما ينفعش النفر، يعني طبعا يبقى غالي جدا وكمان كميه كبيره قوي. كيلو سي فود غير الرز صعب شويه. الحلو اللي هندوقه بقى قبل ما نختم الحلقه هو كوكونات مانجو ستيكي رايس. لو ترجمناها هيبقى جوز هند على مانجا على رز ملزق. الترجمه الحرفيه يبقى رز ملزق. اوكي. هي فكره الرز بلبن بتاعنا بس في حته تانيه خالص بقى، بسكر محروق على الوش، بطعم جوز الهند مش باين قوي ما اضحكش عليكم. لا باين في تانيه. اوكي. وهما مقدمينها اصلا في نص جوز هنديه. لا حلو قوي. والمانجا اهي باينه بس كانت غطسانه تحت شويه اهي. تحفه. المانجا دي بقى دي ده في الموسم ده تعملها بالمانجا العويسي الاسماعيلي، يا لهوي يا لهوي. دي غالبا مانجا سكري غالبا، لان ملهاش فليفر، فيا اما هتبقى اللي هي الحاجات الكبيره دي، لا او مستوردينها معرفش. بس دي لو اتعملت بالمانجا العويسي بالنكهه بتاعت المانجا العويسي يختي تاخدها في حته ثانيه خالص. طيب هنقول الاسعار وبعدين نختم هذه الفقره. ده سعر وكل حاجه لوحدها. كاليماري 270، المسلز 275، الكابوريا 250، والجمبري 295. اربع اربع اربع. الرز والذره ما لهمش سعر، هو مع الموضوع يعني. اوكي. وبعدين عندنا النودلز اهي، رايس نودلز شريمب اند كاليماري ب 220. ايه تاني؟ الاخ ده اين ذهب؟ اهو ايطاليان سالمون ب 410. وبعدين نيجي للحلو اللي اكلناه في الاخر، الكوكونات مانجو ستيكي رايس ب 185. فكره السي فود يتقدم بالطريقه دي مش جديد، موجود في مصر، ولكن اللي مش موجود الفليفرز النكهات. وموجود في مصر عند الناس اللي بتعمل الاكياس الحراريه، اللي هو بيسووا في الاكياس الحراريه. وفي باتر ليمون وفي سويت تشيلي، بس مش نفس الطعم ده. حق ربنا. توتالي ديفرنت فليفر، توتالي ديفرنت تيست. الجمبري انا اقول ان هو ممكن يبقى اكبر من كده شويه، بس هما بيجيبوا جمبري معين، هما مقتنعين ان احسن جمبري مجمد هو بتاع ايران، فبالتالي بيجيبوا النوع ده من الجمبري. انا في حاجه بالمستوى ده وبالسعر ده افضل الجمبري يبقى اكبر سنه، يعني ده لو قلنا ان ده وسط يبقى ناخد الكبير، او لو قلنا ان ده صغير يبقى عايزين الوسط، يعني المهم اكبر سنه بس تملى العين كده. كابوريا المصري انت ما تقدرش تتحكم في حجمها، لان هو في الاخر حسب الموسم. اوكي. هو بيستعمل نوع واحد، نوع معين من الكابوريا اللي هي الكابوريا الزرقاء. اوكي. فده انت ونصيبك بقى في الموسم. ومعرفش بيعملوا ايه، هم غالبا بيستعملوا الذكوره عشان لحمتها اكتر، ما فيهاش بطارخ بس لحمتها اكتر. وانا عارف ان في المواسم المختلفه في مصر الكابوريا بيبقى حجمها مختلف، معرفش بيعملوا ايه، بس عامه المنتج النهائي طعمه حلو قوي. الفكر مختلف، ان انا استعمل اول ما فيش حاجه بتتغسل،
كله بيترمي، فما عندكش مشكله هايجين تماما. فكره الاطباق اللي معموله من قصب السكر فهي مش ريسايكبل بقى، يعني مش مضره للبيئه او صديقه للبيئه، فكره حلوه. فكره ان انت المنيو بتاعك محدد، انت عندك اربع حاجات بتلعب بيها، اوكي، وزياده عليهم السمك السلمي، بس عندك اربع حاجات تلعب بيها ومختلفه بقى. الجمبري ممكن تعمله مش مشوي بالثوم والزبده، وممكن تعمله مقلي، انا في حاجه كتير ما دقتهاش، باتر فلايز اللي انا دقتها، وممكن تعمله على ستيك بالكورن، التوليفه بتاعت الكورن دوغ. فهم عندهم اربع خمس حاجات، هو ده، وصوصات مختلفه معموله حلو، طعمها حلو، تستاهل ان الواحد يدب لها المشوار من زايد. ارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده. انا شخصيا تخيل بقى من كل ده هكمل في ايه؟ الرز بالبتر الليمون.